النهارده معاكم البشتيل من شقه الاستاذ محمد السويسي. الاستاذ محمد السويسي بعت وبيقول ان الجن بيحرق شقته. دي مش اول مره ان شقته تتحرق بالشكل ده، دي ثالث مره او اكتر من رابع مره احنا داخلين نقابله. هي احنا جينا نطمن على الاستاذ محمد واسرته، ومعانا يعني الحقيقه ضيف عزيز وغالي علينا، شيخنا الشيخ عمرو الليثي الداعيه الاسلامي والمتخصص في الرقيه الشرعيه. اهلا بيك يا شيخ. اهلا استاذ. اهلا وسهلا. فكره ان شقه بتولع، تعال نشوف هل فعلا الجن بيعمل ده. انا عايز اسمع كلامك وعايز اسمع رؤيتك للموضوع، بس تعال نشوف مع حضرتك البيت ولع ازاي. تعال نشوف مع بعض. اتفضل يا شيخ. اتفضل. السلام عليكم استاذ محمد. صح، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا. ده ابنك. صح. اهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك محمود؟ صح. ازيك يا محمود؟ هو فعلا البيت ولع، يعني ده متدمر. ممكن حضرتك تشوفه برضو، نلف كده. الشيخ عمرو الليثي هيكون معانا النهارده باذن الله يا رب، الداعي الاسلامي متخصص في الرقيه الشرعيه. نشوف هل فعلا احنا ده اذى العالم الاخر ولا ايه الوضع بالظبط. تعالى ممكن نشوف بقيه الاوض. ممكن حضرتك تفرجنا بقيه البيت محروق ازاي؟ ممكن حضرتك تشوفه. اتفضل يا شيخ عمرو. الأوضة دي متدمرة فعلا. حتى السراميك بص طبعا طرقعت من كتر السخونة. حتى السراميك. لا بص بص هنا الحيطة كلها محروق. دي مرة كام الشقة بتولع؟ دي كده المرة بس الشقة ولا التالتة؟ لا بغير السقعة. دي شقة اه. يعني مش شقة مش يعني مش شقة واحدة اللي بتولع. لا مش أول شقة تولع. يعني أنت كل ما تروح شقة تولع؟ اه. أيوة كل ما تروح شقة تولع؟ اه حصل كل مرة شقة بولع. والشقه كلها بتولع زي ما انت حضرتك شايف كده بنفس الطريقه دي. حاجه حمر واكتر من كده. ده كده حاجه بسيطه. وانتوا كلكم بتبقوا موجودين في البيت ساعتها؟ الولاد ده انا ببقى في الشغل واولاد اللي بيبقوا موجودين وبيتصلوا بيا. مين اول واحد بيشوف الحريقه يا حاج حمر؟ اول واحد بيشوف الحريقه دي كان شقه. اه اي اول واحد بيشوف الحريقه؟ لا هم بيبقوا قاعدين في الاوضه حضرتك جوه ودخان. لكن دايما اللي جاي بيقول ان في حريقه شهد بتشم الشياط. اه تمام. شهد بنتك الكبيره. اه حضرتك بتقول انها بتقطع وشها. لا مش بتقطع، هو وشها بتقطع لوحده وهي نايمه هي وبتصلي. يعني ايه وشها بيتقطع؟ يعني زي زي ما يكون في مواس كده بتقطع في وشها وفي جسمها. في جسمها؟ اه في جسمها من هنا كده ووشها ورجليها كل جسمها بتقطع. طب انت ما رضيتش عليا، دي الشقه الكام اللي ولعت بالشكل دي؟ الشقه الرابعه. الشقه الرابعه؟ اه. يعني حضرتك غيرت اربع شقق؟ اه ولفيت كتير. وكل شقه بتروحها بتولع؟ اه قعدت سنتين الحمد لله. كان الاخ عزت اللي هو حضرتك انا عرفتك عليه. اه شيخ عزت. طبعا هو جالي لوحده بصراحه يعني. آه. ما من عند ربنا. اه. فقعدت سنتين ما فيش حاجه حصلت. جيت بقى المره دي في نفس الميعاد يا شيخ عمرو، في نفس الميعاد. اه. حصل اللي حصل. سنتين يعني الاربع شقق دول ولعوا في قد ايه؟ الاربع شقق دول اول شقه ولعت احكي لي. اول شقه ولعت كنا مرتبه بتاعت سرير الاطفال بتاعت شهد. في اوضه الاطفال عند شهد يعني. اه رحت ماسك المرتبه رميها من الشباك على اساس اللي فعلا الفتره دي حاج محمد كان بيتعاني من اي مشكله نفسيه؟ كانت متضايقه؟ كان في اي حاجه مضغطاها؟ دراسه؟ خلافات؟ حاسه ان هي مظلومه في وسط اخواتها؟ حاسه ان هي يعني انت مدلع اخواتها اكتر منها بصراحه يعني؟ لا يا شادي، اصل الحاله دي لما تطلع ضيف ملايين الناس هتشوفها. تمام فعلا. فانا مش قصتي شهد. تمام. انا قصتي ان ممكن يبقى في زي شهد الاف. ايوه وهل هل فعلا العالم الاخر ممكن يأذي بالشكل ده؟ انا دلوقتي لسه مش هوصل للعالم الاخر دلوقتي. انا بس خلينا نتدرج الاول، لان احنا اللي احنا شايفينه ده ممكن يحصل بكره في 100,000 شقه. تمام. صح ولا غلط؟ تمام. فاحنا مش جايين النهارده عشان شهد والشقه بس، لا انت موضوع اكبر من كده. انت جاي لله طبعا. وانا بشكر حضرتك، ربنا يجعلها كده خالص. وخطوتك انت والاستاذ على دماغي، وانت تشكر انت فتحت معانا. انا تعبت بصراحه. انت تشكر. استاذ محمد لو في ايدينا حاجه احنا تحت امرك، بس اللي فعلا احنا جايين وجايين ودي النيه لوجه الله عشانك وعشان الناس اللي بره. بالظبط. طبعا ان احنا نفيد ما نضللش حد، وفي نفس الوقت دي امانه لوجه الله عز وجل. الشغل برضه الكلام ده ممكن نعمله. لا انا اكيد احنا اكيد استاذ محمد الاسلوبات. لا بالظبط. واكيد الاذى اللي باين ده اكيد استاذ محمد يعني ابعد ما يكون ان هو عايز يفكر لاي شكل ايا كان. مفيش حد هيولع في بيته بالشكل ده. لا انا ممكن اشوف بقيه الشقه لو سمحت. اه وريني. يا ريت. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. شايفين البيت؟
لا يا فندم مشكورك ربنا يخليك. البيت كله ده حاجه، ده المطبخ هو بس عشان الاضاءه مش هيبقى باين. خليك حضرتك اللمبه، المطبخ كله والع. نور اللمبه عم بتشوف. البيت كله والع. هات حضرتك اللمبه بس. هو البيت كله متفحم مش والع كمان. هاتم شايفين دي رابع شقة تولع بالشكل ده؟ تولع كلها يا استاذ محمد؟ كلها. الأوضة دي بسيطة جدا، الأوضة دي ما ولعتش بسيطة. يعني حتى يعني أنا جايب العفش بتاعي جديد لسه لاقي جديد. لا لا إلا الله. وجبت كل حاجة جديدة فالحمد لله رب. ربنا يعوضك يا رب، تعالى اتفضل. اتفضل يا شيخ محمد. لا طبعا الصالة. ودي الصالة كلها؟ دي شهد. يا شهد ازيك؟ تعالي تعالي. ازيك؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ تمام؟ قمر اهي، ما زي الورد اهي. انت فعلا بتصحي تلاقي وشك متقطع بجد؟ متقطع ازاي؟ ايه؟ معايا فيديو. انا مش بكذبك يا حبيبتي، لا انا بقى انت بتلاقي وشك متقطع كله؟ من امتى ده بيحصل يا شيخ؟ من لو يعني هبان بس ما ينفعش. جسمك ايه؟ بيتقطع برضه. وشك كله بيتقطع وجسمك بيتقطع؟ طب ممكن نقعد في النور هنا عشان بس يبقى احنا باينين، عشان الحقيقه الدنيا ضلمه والدنيا محروقه على الاخر. اتفضل الشيخ عمرو الليسي معانا يا شاهد. اتفضل يا استاذ محمد. ايه الاخبار يا شيخ؟ اشمعنى الاوضه دي مش مولعه؟ الله اعلم. كانت قاعدين فيها. انت كنت فيها؟ اه. انتوا الاربعه، انتوا الاربعه اخوات بتقعدوا فيها؟ يعني اختي الصغيره كانت جوه سنة ونص. انا بقى يا حبيبتي كانت نايمه على السرير اللي ورا. يا حبيبتي ازاي؟ كرمه سنة ونص. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ دي معجزه من عند ربنا طبعا. ربنا يحميها لك يا رب. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ طب انا 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 لست على درايه بذلك، عشان كده احنا منورنا الشيخ عمرو الليسي. يعني والحقيقه هو شيخ جليل وليه مصداقيه وليه امانه وليه باع طويل في المجال ده. ف رأيك ايه؟ انا ما عنديش كلام اقوله، انا بس انا كل ما هنالك الامانة عشان احنا لا نضلل الناس، ويبقاش الموضوع وصل ان يعني مش بقى خايفين، ويبقى خايفين كمان من حاجة غيبيات، فالموضوع كده هيبقى كتير على الانسان. يعني هو سيستمر طبعا لا شك، احنا ده مش اول بيت. انت لو دخلت على السوشيال ميديا هتلاقي 17 بيت ولع في كفر الشيخ، 8 بيوت ولعوا في مش عارف الشرقية، في الصعيد، في هنا. دي مش اول حادثة. يعني هي مش حاجة نادرة، يعني انت تقدر بسهولة جدا تعمل سيرش على اليوتيوب، اكتب بيوت بتولع بسبب الجن، هتلاقي بقى تقارير كتير جدا 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 جدا. بس البيت ده متدمر يا شيخ؟ لا، في اكتر من كده. في اكتر من كده؟ اه في اكتر من كده. هو كده حضرتك؟ ما هو الحاج بقول لك البيت الاولاني كان اكتر من كده. ده كده احنا نحمد ربنا. تعالي تعالي يا فندم، تعالي. احنا كده هنتكلم دلوقتي يا مشاهد في كل اللي انت بتقوله. احنا كده يا باشا اللي احنا فيه دلوقتي. انا تعالي 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 اتفضلي. ثاني مره دي احنا كده المشكله مش مشكله شقه. يعني ما نقدرش نقول ان البيت ده مسكون، اصل البيت ده معمول لي فيه عمل، لان انا كل بيت بروحه بيولع يبقى فيه هنا كده خلل تاني. لما يبقى حد من افراد العيله هو اللي بيشتكي، يبقى ده اللي احنا بنقرا عليه مش بنقرا في الشقه. انا النهارده لما اقول انا واحد، يعني انت حاج محمد ما بيشتكيش من حاجه، ام شادي ما بتشتكيش، محمود ما بيشتكيش، الولد الصغير مش لا الولد الصغير ده حضرتك اول شقه تعب وجاله زي جلطه في رجله. جلطه في رجله؟ قعدت ده صغير. تعال محمد صح؟ احمد جاله ايه؟ جلطه في رجله. قعدت 3 شهور في مستشفى دمرداش، اللي هي مستشفى دمرداش. اتحجز 3 شهور، كنت بقى يعني مش قادر اوصف لحضرتك بعد الحادثه على طول. طب محمود اخباره ايه؟ لا محمود ما فيش حاجه. مشاهد اخباره ايه؟ لا طب احمد ربنا. طب انا اللي هنا حاج محمد، احنا ده سبب طبي صح؟ اه. ليه؟ طيب ايه سبب؟ يعني هو حضرتك بصراحه هو المستشفيات تعبت معاه. تمام تمام. هو عشان صغير يعني حضرتك برضك يعني هو سبب الجلطه. ايه الجلطه؟ كان سبب القصه بتاعت الولعان البيت دي، اللي هي ايه؟ اتخض يعني اللي هو اول مره. كانش قبل الولع، قبل ما يولع البيت تعب. قبل البيت ما يولع تعب. تعب. الولد الصغير جات له جلطه. جات له جلطه، قعد 10 ايام في مستشفى الحميات امبابه. كويس. الحراره ما بتنزلش عن 50. كويس. فالحد ما جات له غلطه في رجله. 50؟ هو مفيش 50، هو قصدك 40. 40 عبد محمد. لا ما انا يعني 40 ما تنزلش على حمى. يعني حمى كانت بتزيد. لا كانت تمام. بتزيد اكتر من ال 40. تمام. انا بقول لحضرتك لان هم في المستشفى قالوا لي عشان الحراره زادت اكتر من ال 40. طب ينعوف تلج، لازم تلج ومش عارف ايه. تمام. ففي الاخر حولونا على مستشفى دمرداش. الدكاتره التحاليل والاشعاعات وحاجات كتير قوي عملتها، ما ظهرش حاجه.
انا اسف يا استاذ محمد، بس خليني يعني اسالك سؤال. انت شاكك ان اللي حصل لاحمد ربنا يحميه يا رب وتفرح بيه وراه حاجه مش طبيعيه؟ اه. طب اسالكوا سؤال، بس ده سؤال انسان طبيعي يعني بادراك البسيط. انتوا بتشوفوا حاجه في البيت؟ بتشوفوا حاجات غريبه؟ بتشوفوا اصلا ايه؟ لا انا ما بشوفش حاجه. انت بتقولي اه ايه؟ تعالي. انا وانا ماشيه وقلت لخالي ايه وانا مروحه اول امبارح بيحصل ايه؟ كان واحد ماشي معايا. واحد ماشي معاكي؟ وانا راكبه التاكسي ومسك ايدي كان طاير معايا. طب شاهد انت ممكن تكوني لسه صغيره والممكن بيتهيأ. هل ده حصل كتير؟ بيحصل كتير؟ اه حصل قبل كده كتير. بيكلمك؟ اه. بيقول لك حاجه؟ اه. بيقول لك ايه؟ زعلانه بس ما بيظهرش على اي ولد، بيظهر على اي بنت. ايه؟ مش بيظهر لي مش بيظهر لي واد. اه. بيظهر لي بنت مره واحده بس، بيظهر لي بيظهر لي راجل. بيقول لك حاجه يعني؟ بيكلمك اللي بيظهر لك ده؟ بيقول لك ايه؟ يعني لما بزعلانه يعني الاول كنت انا مش قادره اتكلم. ليه مش قادره تتكلمي؟ جسمك ايه؟ بيسخن. جسمها بيسخن. يعني ايه جسمها بيسخن؟ يعني ايه؟ جسمها بيفور عليها، في تعب بيحصل. وده معناه ان جسمك يسخن، ان انت ممنوعه تتكلمي، انك انت بتتعبي ساعتها؟ صح؟ وشها هيتقطع تاني. وايه؟ وشها هيتقطع تاني. هيتقطع دلوقتي؟ لا بس انا جسمي بيفور. جسمك دلوقتي هيتقطع؟ بتقول وش هيتقطع؟ هيتقطع تاني، معرفش بقى امتى. بس انا ايش عرفك؟ انا بقول لك ايش عرفك يا شاهد؟ يعني انت ما تتوقعيش. انت سمعت صوت قال لك كده مثلا؟ لا بس خلاص ما تقوليش بقى وش هيتقطع. شاهد يا حبيبتي احنا جايين هنا عشان نساعدك، فما تخافيش واهدي. اه واهدي. يعني فكره ان انا شفت بوست حضرتك بتقول فيه ان البيت ولع، واحنا جينا وشفنا امانه قدام المولى عز وجل البيت والع ومفيش حد هيرضى لنفسه بالخراب بالشكل ده. فاحنا عايزين نساعد، وعايزين نساعد بديننا، وعايزين نساعد. بس انا السؤال اللي انا بساله، وانا عيله انتوا بتعانوا من ده يا حاجه وخليكي معانا، هل فعلا انتوا مصدقين ان ممكن يكون سحر او جن هو اللي ضاررلكم بالشكل ده؟ لا انا بسالك، انا ما اعرفش. احنا ما نعرفش احنا كمان، يعني احنا كنا اي شيخ كنا بنساله او كده يقول لك ده في حد عمل سفلي مش عارفه ايه. احنا ما نعرفش اذا كان ده من عند ربنا ولا حد، بس الموضوع مش طبيعي يعني. بس يعني هو الموضوع مش طبيعي. طيب احنا ده فيديو طبعا انا لسه شايف الفيديو ده دلوقتي. تمام. ده فيديو وانت متكربشه؟ لا مفيش حاجه بس اه طبعا انا بشوف. احنا شفنا طبعا، احنا دي مش شاهد، مش اول حاله. بيت بيولع ده مش اول حاله. احنا مشكلتنا دلوقتي يا شاهد مش ان بيت بيولع وان في شياطين وان في جن، تصدقي دي مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا ان احنا هل احنا اخذنا بالاسباب ولا لا. الاسباب الاولانيه اللي بابا لازم يعملها او انا او عمو تامر او اي حد، بنشوف والله ايه اللي بيقول ايه الماده اللي ولعت. بحث الجنائي بيجي يشوف الشقه الولع جت منين؟ ايه السبب؟ مفيش اسباب ماديه. مفيش اسباب، حاجات غريبه، صح ولا غلط؟ فبنبدا ننقل على المحور الثاني ان دي حاجه مش عارف لها سبب. فعندنا في التراث الاسلامي بعض العلماء بيقولوا ان في جن بيعمل كده. وفي مشيخه الازهر ودار الافتاء بتقول الكلام ده كلام غير صحيح. واللي بيقولوا الكلام ده الدجل والشعوذه والكلام ده كله. فاحنا بين نارين، تمام؟ احنا لا هنكذب حد ولا هنفترض حاجات مش ما نعرفهاش. بالظبط، احنا هدفنا نساعد بس كده. بس احنا هنفترض الأسوأ. احنا هنفترض الأسوأ. انا لسه حد يساعدني. انا النهارده جايين عشان كده، وربنا يعلم دينيتنا قدام المولى عز وجل. النهارده يا حاج محمد لما بنيجي نقول ان في جن بيتسلط على البيت ده او بيتسلط على الاسره دي، هل تتخيلي ان الاسلام ما سابش تحصين ضد العالم الاخر؟ يبقى الدين ناقص. وربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالعالم الآخر عشان هو عالم مجهول وما نعرفهوش، لا نقول فيه أي كلمة إلا بقال الله قال رسول. أي حد يقول غير كده نقوله أنت دجال، أنت نصاب، أنت أونطجي، تمام؟ وبناء عليه إحنا لما بنيجي نقول إن الجن اللي ولع ده، أنت شفت الجن؟ لا. في حد من الواقفين